يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى القمرة التي يستخدمها الناس أو التي يستخدمها السحرة لسحر الناس؟ القمرة هي التخيل، يخيلون للناس أشياء على غير حقيقتها، يخيل له أنه يضرب نفسه بالسكين ويكذب ما ضرب نفسه، وإنما يلعب بالسكين ويخيل للرأي أنه يضرب نفسه، يخيل له أنه يجذب السيارة بشعره وكذاب ما يجذبها، أنه تمشي عليه على المسامير هذا كذب، ما تمشي عليه السيارة فوق السيارة وتحته المسامير، هو بعيد عن السيارة، لكن يخيل للناس بواسطة الشياطين أنه يعمل هذا، أنه يمشي على النار أو يبلع الجمر، هذا كله كذب. إذا كان صادق جيب له جمرة وافتح إثمه وألق الجمرة فيها، ولا جيب سكين واطعنه فيها إذا كان صادق، هذا كله كذب وتدجيل. نعم.